السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا اهلا وسهلا، صبحكم الله بالخير جميعا، حياكم الله. امس كنا نشتغل هنا، تشوفون حرثنا انه يعني ما شاء الله جيد. ايضا المشكلة اللي تكلمنا عنها بالامس اللي هي قطع التراب المتراكمة بشكل كبير، شايفينها هذه؟ شايفين القطع هذه؟ قطع كبيرة، تمام؟ الآن لما تضع بذور في أرض وهي بهذا الشكل، الغالب أنها لن تنبت، والسبب أنه الماء أول ما يجي على القطع الكبيرة اللي مثل هذه راح يدفن البذور، فالبذور تكون مدفونة تحت ما يقارب شبر تقريبا، وهذا يعني ما يجعل البذرة تنبت، يفسد عليك. لذلك نبدأ أولا أن نحاول أن نحرث هذه بالمخراش أو بالمشط، ونحاول أن نسوي الأرض نوعا ما، يعني شوفوا اللي هنا نوعا ما ممهدة، هذه نوعا ما ممهدة، هذه لسه ما اشتغلنا عليها، تمام؟ أيضا لو تلاحظون مكان قلنا لكم الصاروخ أو الفجاج أو كذا، تلاحظونه هنا، شايفين كيف؟ نازل في الأرض بزيادة. لذلك لابد أن نلغي جميع هذه المساحات أو الارتفاعات والانخفاضات. أيضا عندنا هنا لاحظون كيف في هناك في الأمام في حفرة زائدة، تشوفون كيف نسبة الارتفاع والانخفاض، هذه ما راح تسمح لنا أنه البذور تنبت، شايفين كيف؟ تخيل أنه أنت وضعت بذرة هنا، أنت وضعت البذرة هنا، شوف كيف الارتفاع فوق، هذا كله سوف يقفل على البذرة، لذلك لن تنبت، واضح؟ راح أشتغل أنا وياكم إن شاء الله. طبعا يصعب علي التصوير وأنا أشتغل على حراثتي الجميلة، لكن نحاول أن يعني نشتغل شوي قبل ما تطلع علينا الشمس، ونجتهد في ذلك، وإن شاء الله أن نريكم فيما بعد. يعني المناطق هذه احفظوها جيدا بين النخلة هذه، وشوفوا الأمارة أو النخلتين هذه مع بعض، وبينهم النخلة هذه، الطريق هذا لابد أن نشتغل عليه ونشتغل على هذا، وأيضا على المنطقة الخلفية أصورها لكم فيما بعد، بس الآن خلونا نشتغل على هذه، هيا إلى العمل. هل تحبون حراثتي الجميلة؟ نعم وأنا أحبها، بسم الله توكلنا على الله. حياكم الله، شوفوا الأرض كيف أصبحت الآن، احنا نبغاها تصير زي هذه، شوف رجلي تدخل على طول، تمام؟ يفترض أنها تصير كلها بهذا الشكل. الآن هذه النخلتين اللي قلت لكم، وهذه النخلة المائلة، شوفوا المنطقة هذه كيف سويناها، واشتغلنا على هذه أيضا. تمام؟ طيب، الآن أنتم تشوفون هذه نوعا ما يعني بدأت تتحسن أكثر. أيضا عندنا الثالثة هذه، والرابعة، يعني نوعا ما بدأت تتحسن. طيب، احنا ليش نصور هذه؟ عشان حنشوف يعني ربما ما تكون حسبت المسألة بشكل جيد، فتشوف الأرض كيف كانت سابقا، راح أوريكم الآن، أو ممكنك تراجع الفيديوهات السابقة، لكن شوف جميع المواقع هذه اللي هنا واللي هنا وكلها جميعا كانت مثل هذه، تشعر أنها مجموعة من الصخور، شايفين كيف؟ حتى عندنا هنا حفرة كبيرة، يعني لو نزل الجوال تحت هنا شوف كيف ينزل الجوال، خندق، تمام؟ مرتفع، هذه تشعر انها مجموعة من الصخور، ايضا هذه حنشتغل عليها، راح نخليها زي المنطقة اللي هناك بعون الله، بس احنا نشتغل شوي مشيك مع العمال، هذا شيل وهذا وخليه هذا كذا، إن شاء الله أن نخلص على خير بإذن الله.
حراستي الجميلة، هيا يا حراستي هيا إلى العمل. بسم الله، راح نبدأ في القطعة هذه، وحتى بطارية الجوال أعتقد راح تنتهي، لعلنا بس على الأقل نعمل شيء بسيط إن شاء الله. نشوف إحنا وياكم، حياكم الله. ما قدرنا نكمل عمل، ما أدري، يبدو لي الحراثة فيها خلل بسيط، ربما إن شاء الله إذا صلحناه اليوم أو بكرة نحاول قدر الإمكان. طبعا الحمام جو هنا يعتقدون إنه إحنا حطينا بذور، ولذلك أعدادهم كثيرة، ما أدري تشوفونهم ولا لا، لكن خلونا نرمي. بسم الله، تشوفون سبحان الله، ربما يبحثون عن بذور السابقة اللي ما نبتت، أو يتوقعون وضعنا بذور عشان كذا يجسون النبض. مبروك يا حماماتي الجميلات. طيب اليوم هذا عملنا، إن شاء الله بكرة نحاول إنه ننهي القطعة اللي فوق. أشكركم جميعا، وأشكر حراثتي الجميلة التي ساعدتنا ولو أنها زعلتنا اليوم، لكن ما عليه. شكرا لك يا حراثتي الجميلة.